بس الدعاء اللي من عشر الاواخر مال الذكر، اللهم انك عفو كريم ولا بس عفو؟ اللهم انك عفو ولا عفا ما في كريم. اذا دعا ادعي النبي صلى الله عليه وسلم يصح ولا اشكال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد عام شرط مع انها لهذا الدعاء. في هذا الشيء العظيم. نعم يا عبد الله. سألنا. مثل اسئله بعدين يعني. نعم تفضل. على الدعاء اللي قال في الاخر لانك عفو رب العفو عفو عنا. نعم تعرف عنا. من نضيف بعد في بدل في عافيتك. لا لا بس هي خلاص. نعم تفضل. اللهم انك عفو رب العفو عنا. نعم. اذا سحبت الدم من ظهر جائز او مثال. سحب الدم اخذ بعيننا هذا لا. يعني على قدر عين المهم عين. عين يعني مثلا ياخذ من اهل المخلفين خمس قطع اما ياخذ تبرع بالدم التبرع بالدم هذا يضعف البدن ويحتاج الى عفو وشرب ف التبرع بالدم خلاص اقوى واذا تاخر منه دم تحليل دم ان شاء الله وذلك اذا مات تدري الدم الى أدخلت الدم عند فقر الدم صار وأهدم أقوى طبعا لأن هذا أقوى أحيانا المغذية أقوى قوة المادة تدخل تلوين الشرائح عم يباعون وكذا نعم ها شو نعم زكاة أحيانا هنا أرسل زكاة الفقراء طيب يقول هل يصح نقل الزكاة من البلد الذي أنا فيه إلى بلد فيه أهلي أو كذا يصح جائز خلاص واحدة واحدة هذا الفعل جائز لكن الأولى أن تتولى إخراج الزكاة لنفسك فإذا أخذت نفسك هذا أحسن وإذا أرسلت لبلد يعني في أهلك أو بلد غير منك وتعلم أن هناك فقراء أحوال وأقربائك قد تأخذ الأجر مرتين، أجر على أخراج الزكاة وأجر على السلع للفقراء هؤلاء من أقربائك، مفهوم؟ نعم. يعني قلت في جسم أن الواحد يبلغ الزكاة يعني. نعم. قبل العيد بفترة بسيطة. في يوم أو يومين وفي جواز. ومن صلاة الفجر والعيد، إذا صلاة العيد هذا أفضل وقت. طيب مثلا واحد يرسلها لبلاد اخرى. اذا يرسلها لبلاد اخرى. يرسلها لبلاد اخرى. على اساس مساعدة. معيشة. لا تقصد اذا يرسل هذه الزكاة الى من يخرجها هناك، يرسل له حتى الان، لكن ينبه هذا الوكيل انه ما يخرج الزكاة الا بالوقت. انتهينا؟ هذا يسأل. مثال الان جمعية المسجد تجمع زكاة الفطر. فهي الآن تقوم مقام يقول الشيخ عندنا رحمه الله تعالى تقوم مقام الفقير فهي كل وقت مقيم عن هذا الفقير تعطيه اليوم يخرجوه على الوقت هم مؤتمنين عنها لكن لا تعطي جمعية الجمعية تثق منها مفهوم إلى إذا أردت أن تعطي جمعية تتأكد أن الجمعية تخرج الزكاة بالوقت وإذا أردت أن تفسر الإنسان تنبه هذا الوكيل في أن يخرج الزكاة في وقت أنا قبل الوقت ويعرف رسمها لأنك لو أخرجت الزكاة قبل الوقت كما لو صليت قبل الوقت لا تقبل لا بد من إعادة زكاة أخرى مكانها. نعم. نفس الموضوع يأتيك هذا يأتيك هذا احفظ سؤالك. نعم. عيادة طبيب الأسنان. عيادة طبيب الأسنان. حقنة البنج وحفرص الضرس وخلع الضرس كل بلاء يخطر. لأنه لا طعام ولا شراب لكن يعني تعب وألم شديد هل له مفطر؟ نعم مريض مفهوم؟ فأحيانا نصنع هذه الأمور ولا يفعل وأحيانا نصنع هذه الأمور ولا يفعل وهو يفطر في الأمور مفهوم؟ الله أعلم يا رب وأن نرجع الضرس مشكل قال رب الآخر
لا وجع الا وجع العين. في القديم لم يكن هناك يعني تطور في الطب، فكان وجع العين وجع خطير يعتبر. قال هذا الثاني، قال لا وجع الا وجع العين ولا هم الا همتين. نعم هم بالعين ويبنها. فقال له الثاني لا والله لا وجع الا وجع الرزق ولا هم الا هم العصر. ماذا يرى؟ ماذا نستفيد؟ الاول والثاني. السلام عليكم. الله يمسك بالخير. مرض السكر في درجه واحد في درجه اثنين، درجه واحد بياخذ الوبر، درجه اثنين بياخذ الحبوب. نعم. ليش بيجوز على مريض السكر اذا كان مريض السكر ويرجع للطبيب؟ قرر عليه الطبيب ان ياخذ ابره انسولين من دون ان يتناول طعام، وقال لا اشكال، اذا اخذت ابره انسولين تكون معرضه للنار ولا تحتاج الى طعام وتستطيع الصيام. يصل. قال له الطبيب تاخذ ابره انسولين لكن لابد ان تاكل حتى تتعالج السكر. وقال ما تستطيع عليها، لو صام فهو امن. مفهوم؟ فالرجوع في هذا الى الطبيب. طبيب مستمد ولا طبيب؟ طبيب. تفضل. ما قلنا حكينا في درجة واحد بياخذوا انسولين وفي درجة اثنين بياخذوا. والله انا ما اعرف. قلنا نرجع للطبيب مسلم او كافر يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لان الطبيب الان كافر يقول الشيخ ابن عثيمين يعني في الغالب مقتنع على المنه ويخاف على المنه على السنه مو من اجل انت مسلم وكافر. فالمريض مرض السكر نرجع الى الطبيب. يقال صوم يصوم. يخطر غرضه. إذا حقروا عليه فقط الإبرة لا يعتبر إبرة. طيب وشو أخذها؟ طب في حال إنه ما صمش، إيش بيجوز عليه المسلم؟ يسوي. إذا ما يسوي ما صمش، طيب إيش لازم يسوي؟ هذا السؤال الأخير؟ لا أنت واحد في الصبح. إذا لم يصم لماذا يصوم؟ وهذا المرض لا يجبر. وأخبر الطبيب إنه النار دائما تتناول الدواء. فهذا ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكين، اما ان يطعم في كل يوم من ايام رمضان او يؤخر الى نهايه الشهر يطعم 30 او 29 مسكين بحسب الشهر. مفهوم؟ اوكي. الحمد لله. سؤال اخر سؤال. نعم. زي السؤال. نعم. زي ما ليش مكروه يوم الجمعه والسبت والصيام؟ لماذا؟ يكره صيام افراد يوم الجمعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج يوم الجمعه. وقال السبت لا تصوم السبت الا في مكتوب عليه. لكن بعض الناس لديهم اجازه في يوم الجمعه، اجازه في يوم الجمعه. ويقول انا ما استطيع الصيام الا في هذا اليوم، انا اصوم لا من اجل الجمعه لكن من اجل الاجازه. هذا في ليله الجمعه بدات النوم وقام يصلي. هل تقصد احياء ليله الجمعه؟ لا. يصح؟ يصح. جاء يوم عرفه في يوم السبت. هل الصيام هنا يوم السبت من اجل يوم السبت انه يوم السبت او من اجل عرفه؟ من اجل عرفه يصح. نعم. انا كنت بسال سؤال، انا ما لي سكر. اسال الله يعافيك يا رب. وعن كل مصروف باخذ الدواء. نعم. صار لي تقريبا 6 سنين. طيب. باخذ نعم. كل فترة برمضان يقولوا لي لازم قبل رمضان يقولوا لي لازم تاخذ على وقعات معينة. نعم. تاخذ حبوب بانتظام. طيب. فأنا صار لي كم من سنة ما برضى أفطر رمضان، بفطر قبل الفطور وبعد على السحور. نعم. فهون بين السحور والفطور صار لي لنا كم من سنة أكثر شيء 5 ساعات. ايه. فهون اختلف عندي النظام. أنا لازم أخذ حبة يعني أقل شيء من 8 ل 10 ساعات ليلة. نعم. فصار لي كل سنة بصوم. كلام على أي ساعة؟ ها؟ بعيد ترى كل سنة وبختلف عندي الريجلاج تبع المستوى وبرد كمان كمان مرة لكن رمضان بعد ما بتخرب عندي كل. إلى شكرا. سواء من السكر أو مريض ضغط دم أو أنيميا أو أي مرض. ترجع للأطباء. قال يعني هذا الامر يؤدي الى ضرر لا تصدق.
استطعت مثلا اسمعني الآن يعني مثلا رمضان في هذا السنة في الصيف 20 ساعة ما تستطيع السيارة، والأطباء قرروا أنك ما تستطيع السيارة الآن 20 ساعة، لكن تستطيع أنك تؤخر إلى الشتاء، شتاء 4 ساعات 5 ساعات أحيانا، صحيح؟ وتقول أنا أستطيع، لكن هنا الآن الصيام يضرني ولكن أستطيع الوصول تؤجل، وهذا ضمن مبادئ. هذا الجواب أخذته السنة اللي فاتت من الشيخ كمال اتصال في السعودية، وأخذت الجواب نفسه من الشيخ كمال الوصول بالأيام القصيرة. الحمد لله. بس طالما تستطيع القضاء فقط، ما تستطيع القضاء فقط. فهمت؟ يعني يا المغطى يا المغطى. أنا إذا تستطيع القضاء في حتى لو في شتاء فقط، وإذا ما تستطيع القضاء أبدا، يعني لابد أن دائما تتناول يعني شيء من لا أربع ساعات دكتور نقول إنه بين الحب والحب لا أجل من الشتاء بس ما في نقص. نعم إنه هل لازم أصومه مع بعض 30 يوم ولا متقطعة؟ الأولى أنك تصوم يعني خلاص وتقضي، لكن إن قطعت لا شك. لماذا قلنا إنه لابد أن تتابع فيها؟ هل أسهل عليك؟ ولأنه هذا جملتك الآن مرتبطة بماذا؟ الصيام مفهوم يعني مثلا تصوم 10 أيام ثم تقول يعني حصل لي تعب وكذا أرتاح يوم أو يومين ثم أصوم 10، المهم جملتك مشتغلة بها.